بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السابع من الكتاب السادس والسبعين، كتاب الطب، باب الحبة السوداء، واللي هي في العراق يسموها الشونيز، وفي مصر يسموها حبة البركة. دي يسموها ايه؟ الحبة السوداء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث التاسع والأربعين بعد 705,000، قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر. غالب بن أبجر ده صحابي. خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق. ابن أبي عتيق اللي هو عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها، ثم اقتروها في أنفه، يعني ياخدها دواء نقط في الأنف، ونقط في الأنف، كل دواء يوضع في الأنف العرب تسميه إيه؟ الصعوط. يبقى كل دواء يتناول في الأنف يسموه الصعوط. يقول لك اسعطه به. اسعطه به يعني إيه؟ يعني أدخله في أنفه. فهمت إزاي؟ يبقى الصعوط هو كل دواء يوضع في الأنف، واللدود هو كل دواء يوضع في الشدق، يعني داخل الفم، في الايه؟ في الخد من الداخل، يبقى يسموه اللدود. والصعود كله دواء يوضع ايه؟ في الانف. يعني كأنه بيقول: خد الحبة السوداء دي واطحن منها شوية لحد ما تبقى زي الزيت. طب افرض ما بقتش زيت، اخلطها بماء قليل وسيبها منقوعة في مدة حتى تفقد ما فيها بعد ما تسحقها، وخد هذا السائل ونقطه في انفك تقوم تتحسن. يبدو انه كان عنده زكام، رشح، جيوب انفيه، اي حاجه من الحاجات اللي هي الامراض اللي هي ايه تتعلق بهذا. فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها، ثم اقتروها في انفه، يعني ايه؟ كانها ايه؟ نقط في الانف، بقطرات زيت، يعني كأن السحق المسحوق ده يحطه على زيت، يبقى زيت لما العرب تقوله يقصدوا زيت الزيتون. يجيب زيت زيتون يحط عليه مسحوق حبة البركة، وبعدين ياخده منه ويضع فيه نقط في أنفه. نجربها لما يجي لك زكام، يمكن تبقى مفيدة، بدل ما تجيب النقط بتاعت الأنف بتاعت الصيدليات تسلك لك أنفك بقى، وبعد شوية تتسد أشد، بيحصل ريباوند، يسموه ريباوند عند الأطباء، يعني الدواء يعمل تقلص وبعد كده يحصل ريباوند، يحصل انتفاخ أشد من الأول. لكن دي يمكن ما تعملش حكاية الريباوند دي، اللي هي إيه؟ اللي هي التأثير المضاد الأشد. فاهم؟ فتجربها، افتكرها لما يجي عليك الشتاء وتتزكم، تجيب حبة البركة تطحنها وتحطها على شوية زيت زيتون، وتاخد بقطارة كده تحط نقطتين هنا ونقطتين هنا. نبقى نجربها ان شاء الله. انا ما جربتهاش شخصيا، لكن احنا نجرب. ثم اقتروها في انفه بقطرات زيت،
في هذا الجانب وفي هذا الجانب، يعني في هذه الفتحة وفي هذه الفتحة. ادي معنى. طبعا لما تيجي تستعمل الصعود بتعمل ايه؟ ليها نومة معينة. ايه هي النومة معينة؟ انك انت تضع مخدة تحت ايه؟ تحت اكتافك، بحيث يبقى عامل كده، لما تنام تبقى عامل كده. فهمت ازاي؟ يبقى رأسك الى الاسفل علشان الصعود ينزل بفعل الجاذبية يدخل. فهمت ازاي؟ لكن هتبقى قاعد كده وتحطها كده، ما هتقع في حجرك. فهمت؟ يبقى لازم ايه؟ تنام النومة دي علشان ايه؟ تعرف تتناول الدواء اللي هو في الايه؟ في الانف. ثم اكتروها في انفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فان عائشة رضي الله عنها حدثتني انها سمعت. شوف بداية بقى رفع الحديث، كل الكلام ده كان كلام مين؟ تابع تابعي. فهمت؟ تابع تابعي لسه ما رفعوش. فهمت؟ فإن عائشة حدثتني، طالما حدثته عائشة يبقى تابعي على طول، أدركت التنى عائشة يبقى تابعي، لأن اللي أدرك الصحابي يبقى تابعي. كلام التابعي نسميه إيه؟ مقطوع. يبقى لحد الجزء ده كلامه مقطوع. بعد كده لما وصل لستنا عائشة ورفعته للنبي يبقى كلامه مرفوع، يسموه مرفوع. كلام الصحابي نسميه موقوف، كلام التابعين نسميه مقطوع، كلام النبي نسميه مرفوع. دي مصطلحات لابد تفهمها إذا قرأت في كتب الحديث. فهمت؟ فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. يبقى كون النبي يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، كل على فكرة كلمة تفيد العموم، واخد بالك، وقابلة للتخصيص. يعني هي كل في ذاتها كده تفيد العموم لكن قابلة للتخصيص، بدليل استعمال القرآن العربي يقول لك تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى لم تدمر مساكنهم، قال كل شيء، يعني حتى المساكن المفروض تدمر، فقال تدمر كل شيء بإذن رب إلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى كل كلمة عموم قابلة للتخصيص. فما يجي هنا يقرأ الحديث هنا ونقول كل داء، تقول طب ما أنا استعملتها في المرض الفلاني وما خفتش، يبقى حديث النبي غلط. لا يا سيدي، يبقى كل داء مؤثرة فيه، يبقى لا تشمل كل داء على الإطلاق كده على مطلق عموم، يعني كل داء هي لها ايه؟ فائدة فيه. فهمت ازاي؟ تفهم بهذا المعنى. هي ايه ليه بقى؟ لان هذا المعنى الدقيق بفهم ان كل قابلة للتخصيص يجعلك لا تكذب الحديث النبوي، لان النبي لا يكذب، النبي في كلامه كله صادق. فلو عملتها على العموم المطلق هتجد ان استعملتها في امراض ولم تبرأ، يبقى كده الواقع يخالف الحديث، هو الحقيقة الواقع لا يخالف الحديث، لكن انت فهمك للحديث اللي خلاه يخالف للواقع. فهمت بقى؟ لانك انت ضعيف في اللغة، فهمت ان كل يعني اي مرض على الاطلاق كده. فهمت بقى ازاي؟ لا، وممكن يبقى في كل داء اما تكون هي تؤدي الى الشفاء الكامل منفردة، او تكون باضافة ادوية اخرى، ويبقى في كل داء مطلقة، بس في بعض الأمراض يضاف إليها أدوية أخرى، وفي بعض الأمراض لا تكتفي هي بنفسها، تحتمل الفهم ده أيضا. فهمت إزاي؟ لأن أصل ممكن واحد يجي لك من الجماعة اللي هم بتوع الشبهات يقول لك أنتوا عندكم حديث صحيح بيقول إن الحبة السوداء شفاء من كل داء، طيب أنا عندي السكر لو خدتها أخف؟ قول له خدها، ياخدها لك شهر واتنين ويقول لك لسه ما خفتش، إيه رأيك بقى إن الحديث ده يخالف الواقع؟ طب انا عندي الضغط مرتفع، طب اخدها والضغط يعني يخشك يدخلك في امتحانات، يبقى كده ما ينفعش. هذا الاسلوب لا يصلح في فهم الحديث النبوي. فهمت بقى؟ يبقى اما ان تكون شفاء منفردة في بعض الامراض، او تكون شفاء مع اضافة ادوية اخرى في امراض اخرى. ما قايل كل دي تشمل ايه؟ كل حاجه،
كل ده واستثناء السام الموت دل على شمول كل الامراض، لان الا السام اللي هو الا الموت، لان الموت ده لا مهرب منه. يبقى معناه اي اعتلال في الصحه، ايه هو الداء؟ اي اعتلال في الصحه. فبيقول لك شفاء لكل داء الا السام، شكلها كده تحتمل العموم، والمخصص منها بس الموت. فهمت صح؟ مش ظاهرة كده؟ طيب ازاي بقى انا اجاوب بشبهة اللي يقول لك انا استعملتها؟ انا بفهمك ازاي تجاوب، لان دلوقتي في ناس قاعدة متلصصين يدوروا اي شبهة عشان يكذبوا هذا النبي، ويجيب لك مش انت البخاري بتاعكم يا عم اللي انتوا كلكم بتدافعوا عنه اهو، والواقع يخالفه. فهمت ازاي؟ يبقى اما حاجة من الاتنين، يا يبقى كلام النبي يخالف الواقع يبقى النبي بيكذب، يا اما النبي ما قالوش، يقوم يا يشككك في البخاري يا يشككك في كلام النبي. هو عايز يوصلك لكده. فهمت بقى ازاي؟ فلازم تكون عندك وعي وادراك كيف تفهم باللغه، وكيف تفهم ان اللغه تحتمل طرق كثيره في الفهم، وكذلك صحه الخبر. فهمت ازاي؟ فاعتلال الفهم لا يكون معناه سببا في رفض الخبر، بل الخبر يظل باستمرار مقدس لأنه كلام النبي ثبت، ثم بعد ذلك تحاول أن تفهمه بطريقة تنزه النبي أن يكون قد أخطأ فيه. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز. الشنيز اسمها عند أهل العراق وأهل إيران وأهل إيه بعض البلاد، والمصريين بيسموها إيه؟ يسموها حبة البركة، يسموها حبة البركة.